الموضوع الثاني معنا النهاردة هو حل معادلة الدرجة الثانية في مجهول واحد. حل معادلة الدرجة الثانية في مجهول واحد. الصورة العامة يا شباب لمعادلة الدرجة الثانية هي A في X تربيع زائد B في X زائد C تساوي صفر، حيث A و B و C ثوابت. بشرط أن A لا تساوي الصفر، أي قيمة غير الصفر، لأن لو A ساوت الصفر هتتحول لمعادلة من الدرجة الأولى. طيب، لحل هذا النوع من المعادلات يمكن حل هذا النوع من المعادلات بطريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة التحليل المباشر، والطريقة الثانية هي طريقة القانون العام لمعادلة الدرجة الثانية. طيب، تعال ناخد مثال إزاي نحل هذا النوع من المعادلات. طيب، تمرين واحد، حل المعادلة التالية. x تربيع زائد 5x تساوي سالب 6. خطوات الحل: أول خطوة نضع المعادلة في الصورة الصفرية، نضع المعادلة يعني نضعها على صورة الصورة الأصلية، الصورة العامة لمعادلة الدرجة الثانية. طب إزاي ده؟ أهي x تربيع زائد 5x، هندخل سالب 6 بإشارة معاكسة، يبقى موجب 6 هيساوي 0. طيب، بعد ما نحولها للصورة العامة نحلل هذا المقدار. يبقى تاني خطوة نحلل المقدار كما يلي. التحليل معناه التبسيط. ايه اللي ممكن احلله في المعادلة دي؟ x تربيع عايزين نحللها، فممكن نحللها الى x في x. يبقى التحليل معناه التبسيط، يعني انزل التربيع احوله الى x في x. طيب، هنفتح هنا قوسين ونقول يساوي صفر. يبقى انا مش هحلل الطرف اليمين ده، انا هحلل الطرف الايسر فقط. طيب، الx دي عبارة عن x ضرب x. طيب، هي هنا طبعا الصورة دي بسيطة، جميع الإشارات موجبة، فهنحول، عايزين بقى نحلل الستة، عايزين ندور على عددين حاصل ضربهم ستة، فممكن نتلاقى مثلا واحد ضرب ستة بيساوي ستة، أيضا اتنين ضرب تلاتة يساوي ستة، نص ضرب 12 يساوي 6، وهكذا أعداد كتيرة جدا حاصل ضربها يساوي 6. طيب، أنه عددين ينفعوا معانا؟ هنبحث عن عددين حاصل ضربهم 6 ومجموعهم هو إيه؟ معامل الحد الأوسط ده اللي هو هنا 5 معانا. فين العددين اللي حاصل جمعهم 6، حاصل ضربهم 6 ومجموعهم 5؟ يبقى ده 2 ضرب 3، ولأن الإشارات كلها موجبة هيكون ده بالموجب وده بالموجب.
طيب يبقى أنا عندي عاملين، عاملين حاصل ضربهم يساوي صفر. العامل الأول ده حاصل ضرب العامل الثاني هيساوي صفر، وبالتالي إما إكس زائد اتنين يساوي صفر، طالما عاملين حاصل ضربهم صفر يبقى لازما واحد منهم بصفر، فإما إكس زائد اتنين بتساوي صفر، ومنها إكس هتساوي كام؟ سالب اتنين، لأن سالب اتنين زائد اتنين هتساوي صفر، أو إكس العامل التاني اللي هو إكس زائد تلاتة يساوي صفر، ده الاختيار التاني. طيب ومنها إكس بتساوي كام؟ سالب تلاتة، لأن سالب تلاتة زائد تلاتة تساوي صفر. إذن جذور المعادلة هي إكس تساوي سالب اتنين، أو إكس بتساوي سالب تلاتة. إكس تساوي سالب اتنين أو إكس تساوي سالب تلاتة. وزي ما قلنا في الأول دي معادلة اللي احنا بنحلها معادلة من الدرجة الثانية، مش هيكون لها حل واحد، ليها حلان صحيحان. إذا عوضنا في المعادلة بسالب اتنين المعادلة الأصلية هتبقى صحيحة، عوضنا فيها بسالب تلاتة هتبقى برضو نتيجة صحيحة. طيب يبقى ده الأسلوب الأول، إذا كانت المعادلة يمكن تحليلها بالتحليل المباشر نحلل بالتحليل المباشر زي ما شفنا. في بعض الحالات التحليل المباشر ما بيجيبش نتيجة، بيكون صعب جدا ان احنا نوصل لنتيجة بيه، فبنلجأ لطريقة القانون العام وهو يحل اي معادلة تربيعية. طريقة القانون العام، لمعادلة الدرجة الثانية. احنا اتفقنا قبل كده ان الصورة العامة لمعادلة الدرجة الثانية هي A في X تربيع زائد B ضرب X زائد C تساوي صفر. وقلنا حيث A و B و C ثوابت، طيب و A لا تساوي الصفر، حل هذا النوع من المعادلات يمكن باستخدام القانون العام، يمكن حل هذا النوع من المعادلات باستخدام القانون العام التالي. الصيغة بتاعت القانون العام X تساوي سالب B سالب أو موجب جذر B تربيع ناقص أربعة في A ضرب C على اتنين ضرب A، تمام كده؟ طيب يبقى أنا من المعادلة هطلع، هستخرج من المعادلة معامل X تربيع اللي سميناه A، ومعامل X اللي سميناه B، ومعامل او الحد المطلق اللي سميناه سي. هنطلع ده كله من المعادلة بشرط ان احنا نضع المعادلة الاول في الصورة الصفرية، تمام؟ ثم نعوض في هذا القانون وهيعطينا قيمتين
كحلل المعادلة. الحل الأول لو عوضنا هنا بإشارة موجبة، الحل الثاني لو عوضنا هنا بإشارة سالبة. طيب هناخد مثال على كده. تمرين، حل المعادلة التالية اللي هي 2 اكس تربيع زائد 5 اكس تساوي 3. قلنا قبل ما ابدا الحل لازم نضع المعادلة في الصورة الصفرية اللي هي الصورة العامة المعادلة التربيعية. الحل 1، نضع المعادلة في الصورة الصفرية، فيكون عندي 2 اكس تربيع زائد 5 اكس، هننقل التلاتة للطرف الايسر بإشارة معاكسة، يبقى سالب 3 تساوي 0. طيب ايه الخطوة التانية؟ نستخرج من هذه المعادلة الثوابت. يبقى الخطوة التانية نستخرج قيم الثوابت. طيب يبقى عندي قيمة A وهو العدد المضروب في X تربيع، يعني المضروب في X تربيع اللي هو معامل X تربيع اللي هو 2. طيب B هي معامل X، B تساوي 5، اهي معامل X اللي هو 5. طيب الحد المطلق هنا في المعادلة يساوي سالب 3. خد بالك ان احنا بناخد كل معامل بالاشارة بتاعته، الموجب موجب والسالب سالب. طيب يبقى عندي ايه بتساوي 2، ب بتساوي 5، س بتساوي سالب 3. الخطوة التالتة نعوض في القانون العام، نكتب صيغة القانون. يبقى اكس بتساوي سالب بي سالب او موجب جذر بي تربيع ناقص 4 ضرب اي ضرب سي على 2 اي. طيب نعوض بقى في القانون، يبقى اكس بتساوي سالب بي سالب بي، بي بخمسة يبقى سالب 5، سالب او موجب جذر بي تربيع يعني 5 تربيع ناقص 4، دي في القانون مضروبة في A. قيمة A هنا معناها يا شباب كام؟ 2 ضرب C، C اللي هي سالب 3، ما ننساش السالب ده مهم جدا، سالب 3. طيب على 2 ضرب A، يبقى 2 ضرب A، A ب 2. طيب هنخلص العملية دي، عملية ضرب عادية جدا، مش هنيجي ناحية الخمسة دي لحد النهاية. طيب يبقى هتساوي سالب 5 سالب او موجب جذر، يمشي معايا واحدة واحدة، 5 ضرب 5 25. طيب سالب ضرب سالب هيحول الإشارة دي لموجب، احنا عندنا قواعد ضرب الإشارات، قلنا سالب ضرب سالب يساوي ايه؟ موجب. 2 في 4 ب 8، 8 في 3 ب 24 مقسوم على 4،
2 ضرب 2 4. طيب اذا اكس هتساوي سالب 5 سالب او موجب جذر 49 على 4. 49 على 4. طيب نستكمل الحل. اكس تساوي، احنا وصلنا ان اكس بتساوي سالب 5 سالب او موجب جذر 49 مقسوم على 4. طيب تعالى بقى نجيب جذر 49، يبقى سالب 5 جذر 49 معلوم اللي هو 7 على 4. احنا قلنا دي معادلة تربيعية هتكون لها قيمتين، هنحصل على القيمتين ازاي؟ هنعوض مرة باكس بالإشارة الموجبة ومرة بالإشارة السالبة، وبالتالي فإن إما إكس تساوي سالب 5 موجب 7 على 4. طيب 5 ناقص 7 ناقص 5 اللي هي كام؟ 2. 2 على 4 يعني تساوي نصف. يبقى ده الحل الأول للمعادلة. أو إكس تساوي سالب 5، وناخد بقى هنا الإشارة الإيه؟ السالبة، سالب 7 على 4. سالب 5 وسالب 7 يبقى سالب 12 على 4 تساوي سالب 3. إذن حلان، إذن جذري المعادلة هما إكس بتساوي نص وسالب 3. يبقى الحلين بتوع المعادلة إما إكس بتساوي نص أو إكس بتساوي سالب 3. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.